السلام عليكم. اليوم نروحوا للمشروع نتاع المحول الجديد اللي راه قيد الاشغال على مستوى المحطه نتاع المتعدده الانماط بمنطقه بير خادم او بين بير خادم وبير موندرايس، وهنا فيه اشغال هنا نتاع محول جديد يتم حاليا تهيئته وإنشاؤه. وهنا هنا نلاحظ الورشة تاع هذا المحول الجديد. هي في الحقيقة كاين محول القديم، والآن يتم إنجاز محول جديد أوسع وأكبر منه، يعني توسعة المحول هذا. عندنا هنا فيه الأشغال، يعني الأشغال راهي ماشية ثلاث فرق متداومة 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لكي للانتهاء من هذا المشروع، لأنه يقع في منطقة حساسة فيها حركة تاع مرور كبيرة. إذن فيه يعني ترتيبات للإسراع في إنهاء المشروع هذا. إذن هذا هو في عمل لتوسعة المحول الأرضي. هنا فيه محول أرضي سفلي، وكذلك فيه محول سطحي على مستوى يعني الأرضية. فيه زوج محولات، واحد فوق واحد، وكذلك بتفرعات كثيرة يمد كل اتجاهات. إذن يعني على حسب التصاميم اللي عندنا. وهنا كما نلاحظ أنه الورشة ورشة مغلقة، يعني ما نقدرش نشوف إذا قدرنا ناخذ فكرة على نسبة تقدم الأشغال. نشوف إذا قدرنا نوصلوا ل تاش بلاصة اللي نقدر نصور فيها. ممكن نروح فوق الجسر، نروح فوق الجسر ونصور. إذا نترككم تتابعون، والسلام عليكم. وهنا عندنا نظرة على المشروع هذا، أشغال تاع السيئة. هذه هي حالة الأشغال. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.